مدينة جاسم أنتاشتي ستارتين ودار. ها هم أطفال درعا بعدما اعتادت حناجرهم على تحية الحرية، حرية أشعل ثورتها أناملهم الصغيرة أكثر من نصف عام، وهم يعايشون ويتعايشون مع أكبر ثورة شعبية عرفتها سوريا، ثورة فشلت كل وسائل النظام بإجهاض الأهداف التي خرجوا من أجلها، لتستمر الرحلة على طريق الحرية ويزداد زخما بالتحاق طلاب المدارس بركبها. نهار سهل حوران لم يكن هادئا، فدبابات الجيش السوري لا تزال متمركزة في الشوارع والمدن والساحات لتسهيل عمليات الاقتحامات والاعتقالات العشوائية بحق أبناء درعا، فيما عاشت مدينة داعل على وقع المداهمات من قوى الأمن وإطلاق الرصاص الذي خلف أكثر من 7 إصابات، لتواصل قوات الأمن تواغلها في بلدة الطيبة منفذة حملة اعتقالات واسعة لم يسلم منها حتى الأطفال على غرار فتى لم يتجاوز سنه 10 سنوات. قوى الأمن تلاحق المتظاهرين، قوى الأمن حاصرون المنطقة 29/9/2011 حي القصور درعا. درعا التي انتزعت راية الحرية والكرامة وسارت بها في رحاب سوريا الواسعة تؤكد يوما بعد يوم أنها ماضية في طريقها، وما قدمته من تضحيات يزيد من إصرارها على تجسيد حلم الحرية واقعا في سوريا الحديثة. Come on!